سيدة بوثينة اليوسفي، نعم. إلى حكايتك الآن، حكايتك مع قصة تبرعك بالكلى للأخت ديالك، قلتي لي بدأت هذه 10 سنوات. كنتي كتسمعي مسألة، يعني كنتي كتسمعي قبل أنك تجري العملية، مسألة أنه كاين اللي كيتبرع بالكلوة ديالو لطبيعة الحال لأحد أفراد العائلة؟ لا يعني حتى وقعت حتى عشتي انت الظرف؟ لا، عشت انا الظرف هذا، وكانت الاخت ديالي مريضه من 98، وباش اكتشفنا عندها فشل كلوي كانت عيف وحده، ومن بعد رجعت ثانيه وبقات هكايا حتى وصلت الحاله انها دير الغسيل الكلى، يا اما دير الغسيل الكلى يا اما شي حد يتبرع ليها. انا نتبرع لاختي، وتبرعت ليها ودرنا العملية، درنا التحاليل، درنا لازم مع الأطباء، ودرنا العملية ديالنا. طيب، هي المسألة يعني سامحيني الأستاذة بوثينة اليوسفي، مسألة التبرع يعني هي ما هيش مسألة يعني كزيارة طبيب أسنان يقلعوا ضرس أو شيء من هذا القبيل، سامحيني يعني أنا كان أعطيك وجهة نظر ناس اللي كيخافوا أصلا من الطب والأطباء، وكيخافوا بشكل وخ عندهم ملكة الكرم وعندهم على أنهم العزيز وغالي يعطوله من أجله روحهم، ولكن الخوف مسألة إنسانية. أنتي بكل صراحة يعني كيف وافقتي؟ أنا وافقت. أنا أولا أختي بقى صغيرة، كانت هذيك الساعة بقى صغيرة، السن ديالها بقى صغير، وأنا عشت مع الوالدة ديالي الله يرحمها الغسيل الكلى والعذاب اللي كيكونوا فيه، صح. يعني ما يمكن ليش أنا نحرم أختي من حياتها، نشوفها كتعذب حياتها وهي بقى صغيرة، اللهم نعطيها أنا. وما كانش عندي حتى 4 ساعة ديال التفكير، مجرد ما الطبيب قال لينا خاص شي حد يتبرع لأولاد ديالي قلت أنا اللي نتبرع لأختي، إلا كانت الكلوة ديالي تقدر تجيها أنا نعطيها لأختي، ما عنديش مشكل. ممتاز. وبدأتم من بعدها رحلة التحليلات وتوافقت الكلية؟ توافقت الكلية وعطيتها لها، والحمد لله دابا هي مزيانة وأنا مزيانة الحمد لله. هذه 10 سنوات وانت بكل واحدة. صحتك يعني كديري الفحوصات الدورية؟ كندير الفحوصات الدورية ديالي كل سنة الحمد لله. وهي كيف تعيش؟ الحمد لله مزيان. هي عايشة الحمد لله، حياتها عادية؟ عادية الحمد لله، شكرا لله. الحمد لله، الله يمتعك بالصحة والعافية إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. وهي أيضا هي أيضا صحتها هذا، بس كاين مشكل واحد من بعد التبرع هو الدواء. الدواء غالي. يعني هو المشكل. الدورة اللي دخلتوها من بعد، يعني لما أنهيتوا مسألة التبرع لبعضكم، أنت بقيتي على وصفة أدوية وهي لا أيضا مش أنا. هي. لا مش لا أنا. هي. 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 تمام. هي اللي عندها الدواء. أما طيب. أنا لا. طيب أنا ما عندي لا دواء لا شي حاجة، كندير تحاليل ديالي مزيانين، أما هي اللي عندها الدواء. تمام. طيب هي اللي عندها تدخل في مرحلة علاج طويلة. مدى الحياة، مدى وصفة أدوية. طيب عندها تغطية صحية كانت؟ لا، هي ما عايشاش هنا، عايشة برا. تمام. عايشة برا، وهذا هو المشكل، أنها باغية تدخل المغرب تعيش في بلادها تكمل حياتها في بلادها، ولكن الدواء غالي ما تقدرش تعيش هنايا لأن ما عندها لا تغطية صحية لا شي حاجة.